غدا الأربعاء آخر موعد لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة. وبالنسبة لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، حدد الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات غدا الأربعاء آخر موعد لتسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة، وكذلك لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة بحد أدنى 205 درجة بنسبة 50%. وأتاح مكتب التنسيق لطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية تدوين رغباتهم بالمرحلة الثالثة من خلال جهاز الحاسب الآلي الشخصي أو من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية. وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 145 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني.